بلحظة القهر ورصاص القناصة تقتطف أرواحهم لن ننسى، بحلم المارين على جسر الكرامة في 18 من مارس، 57 شهيداً أضاءوا تاريخنا لن ننسى، بوحشية اللحظة وقصة الدم المسفوك على محراب الحرية لن ننسى. أهلا بكم، إنها ذكرى الكرامة، تلك اللحظة التي دفع فيها المخلوع صالح بأسوأ ما أنتجه نظامه لقطف خيرة الشباب الذين خرجوا ذلك اليوم رافعين شعارات السلم والتغيير، ولكنهم لم يدركوا أنهم أطلقوا الوحش في ذلك النظام الذي فكر أن يغسل تلك الساحة بالدم علهم يخافون ويعودون ويصمتون. لكن الحلم كان أكبر والهدف كان أسمى، ففجرت تلك اللحظة قلوب الكثيرين وانطلقوا غير مبالين بصوت الرصاص وكثافة الأدخنة وصور الدم التي جالت في شاشات قليلة لتطلق الشرارة الحقيقية لثورة كان شعارها سلمية سلمية، حتى لطخها السفاح وزمرته بالدم. هل ننسى كيف تم العبث بالأرواح بقصدية مرعبة وفجور مبالغ به أمام مطالب مستحقة؟ هذه الحلقة وكل 18 من مارس سيكون لنا وقفة مع ذلك الطهر ومراجعة لما حدث، وتأكيد أننا سنطالب بحقوق أولئك الذين مضوا تاريخاً تاركين لنا حلماً ومشروع وطن تحتم علينا القتال من أجله ومساراً نمشي عليه حتى نصل للوطن المنشود. هنا كان على التاريخ أن يقف طويلاً، لا شبهات هنا ولا بطولات زائفة، فكل شيء أمام الموت يبهت وتتلاشى دونه الحقائق. تلك اللحظة التي وقف عندها شباب عزل في مواجهة نيران القتلة، هنا تجلت نقمة صالح أمام سلمية المحتجين. 8 سنوات منذ اخترقت رصاص صالح أجساد الشباب في ساحة التغيير، كانت مجزرة جمعة الكرامة فاتحة لشهية الدم لدى المخلوع صالح قبل أن يرسم خارطة الدم على وجه البلاد برمتها. 8 سنوات على مذبحة سقط ضحيتها 57 شهيداً ومئة جريح. واجه المحتجون رصاص القتلة بالإيمان والحجارة، وهدم جدار النار، وضبط قرابة 19 قناصاً ممن وزعهم المخلوع على أسطح المباني المحيطة بساحة التغيير ومداخلها. راوغ صالح والجناة من مواليه طويلاً ورفضوا المثول أمام العدالة. شهد ملف القضية تلاعباً كبيراً وغيب الملف واستبدل بآخر أغفل وخالف الكثير من الوقائع، وعجز القضاء اليمني عن المضي في إجراءات التقاضي. لكن للعدالة مجراً آخر، إنها العدالة الإلهية، تغيرت فيها خارطة الصراع وسقط المخلوع في شر أعماله. صالح الذي وقف أمام قانون التغيير ورأى نفسه عصياً على الزوال، جاءت نهايته ككل القتلة والمجرمين بعد أن قاد واحدة من أكثر الثورات المضادة دموية ضد شعب هتف برحيله، فاختار أيضاً أسوأ طرق الرحيل. يتذكر اليمنيون ذلك المشهد وهو يعيد ترتيب أسماء الشهداء وصورهم بأذهانهم بطهر تلك اللحظة وقسوتها، ولا تزال الأسئلة الكثيرة تحفر في أذهانهم وتبحث عن تفاصيل غياب ملف قتلة جمعة الكرامة، خصوصاً بعد أن تمت تصفية بعض من يحملون الإجابات، ولا يزال السؤال يؤرق شهود اللحظة الدامية، أين ذهب القتلة؟ إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الإعلامية ومخرجة أفلام وثائقية ومديرة شركة بلقيس ميديا الأستاذة هنا صالح، وكذلك سينضم معها آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذة هنا. أهلا بك. إذا اليوم الذكرى الثامنة لجمعة الكرامة، بداية حين يمر هذا الاسم الذي يحضرك بالضبط؟ الذكرى الثامنة لمذبحة جمعة الكرامة، عندما حدثت كنت ما زلت في عمر شباب، 8 سنوات انقضت، أنا الآن في سن 40، وفي هذا السن الحرج الذي لا ينتمي إلى عمر الشباب ولا أيضا إلى عمر الكهولة،
أقول إنه ما زالت الغصة تلازمني في كل ذكرى وغير حتى الذكرى، يعني في كل مناسبة تذكرني بجمعة الكرامة. أعتقد إنه من المؤكد أنه الشعور بهذه الغصة وبهذا القهر أيضا له مضاعفات، يعني المضاعفات ليست بالضرورة سلبية، قد تكون إيجابية، منها أنها تجعلنا نستمر برغم كل شيء. أعتقد مضاعفات هذا الشعور لا يلازمني أنا فقط، ولكن يلازم كل من شارك في الثورة وكل من آمن بالثورة بصدق، لأن هناك من آمن بمجرد مشاعر جياشة كانت مع التيار، مع التيار بالضبط، والبعض لمصالح معينة، ولكن هناك مجموعة معينة وأعتقد هي القلة من من شاركوا في الثورة كانوا مؤمنين، وهم الدليل على ذلك، هم من زالوا مؤمنين بالثورة إلى هذه اللحظة. أنا في هذه الذكرى أيضا استذكرت أيضا مذبحة جمعة الكرامة فيما حدث في نيوزيلندا، عندما قام هذا القناص بقنص المصلين داخل الجامع 50 شهيدا، هم تقريبا بالضبط هم عدد الشهداء في جمعة الكرامة الذين ما أن انتهوا من صلاة الجمعة حتى بدأ قنصهم. يعني الإرهاب تتعدد صوره بالضبط، يعني إرهاب الدولة لا يختلف عن إرهاب الفكر أيضا. فهذه المشاعر كلها يعني نحن نعيشها بمزيج من القهر وأيضا من التحدي بالاستمرار مهما بلغنا من العمر. 8 سنوات بالنسبة لي هذه مرت سريعا، لكنها بالنسبة لي أيضا كانت مساهمة لي بأنني أحقق على المستوى الشخصي أيضا والوطني أشياء كثيرة. أنا أريد أن أقول إنه هو لولا الثورة الآن القائمة في السودان وفي الجزائر لكنا أكثر تشاؤما أو أكثر إحباطا يعني، لكن الحمد لله الذي كان يراهن على أنه لن تقوم قائمة للربيع العربي مرة أخرى، الآن الشباب في السودان وفي الجزائر يراهنوا ويحاولون أن أيضا يساندوا من ماتوا في ثورات الربيع العربي ويكونوا إلى جانبهم. أنا أقول في هذه الذكرى 8 أنها ذكرى مختلفة تماما. أنا أحيي من هنا الشعب السوداني والجزائري الذي أعاد الروح في النفس المتململة، في النفس المحبطة، لكن الثورة الحقيقيون لا يحبطوا لأنهم يعرفوا أن اليأس خيال. يعني مع وجود الثورات المضادة والتي حاولت أن تبث في الناس كنتم أفضل من قبل، أليس كذلك؟ يعني وسمعناها مرارا وتكرارا، يعني أنه ما قبل الثورة كان أفضل بالنسبة لهم، وربما شعرنا أنه لن تقوم ثورة من جديد لأن الناس يتخوفون من العنف الذي صاحب هذه الثورات بسبب الأنظمة الفاسدة. صحيح، هي الفكرة أنه تمت معاقبة الشعوب لأنها فكرت ولو لمرة أن تخرج عن دائرة الحكم الظالم وأن تخرج تندد وتطالب بالحرية، هذا ما أرادوا أن يفعلوا. أيضا ما أرادت بها الدول التي دعمت الانقلابات في جميع دول الربيع العربي، فبالتالي استمرارنا ليس فقط من أجل من دفع دمه ثمنا لهذه الثورات، ولكن أيضا للدول التي ما زالت تحاول أن تخرج من دائرة المستبدين وأن تطالب بالحرية والكرامة ودولة المواطنة وحقوق الإنسان. الآن في رسالة واضحة لهذه الدول التي دعمت الانقلاب والمجتمع الدولي الذي تخاذل أن الشعوب العربية لن تسكت، خرجت ولن ترجع إلا بالحرية. نعم، إذا اسمحي لنا أستاذ هنا أن ينضم معنا أيضا الإعلامي خالد راجح وهو شاهد عيان على مجزرة الكرامة عبر الهاتف من تعز. مساء الخير خالد. مساء النور، أهلا بك. إذا كنت شاهد عيان على مجزرة الكرامة وعلى كثير من الأحداث في ذلك الوقت، ما الذي لا يزال في ذاكرتك حتى الآن خالد؟ ما زال في ذاكرتي هي تلك الدماء التي أزهقت في ذلك الحزب، ما زال في ذاكرتي المتهمين أو القتلة الذي تم القبض عليهم ولم يتم محاسبتهم حتى الآن، هذا ما يجوب بذاكرتي إلى الآن.
نعم، الكثير يتساءل خالد، يعني استطعتم في تلك اللحظة الإمساك بالعديد من القتلة، ألا يدفعكم يعني من داخلكم سؤال أين هؤلاء القتلة الآن؟ بالنسبة للقتلة تم القبض عليهم وإرسالهم إلى الجهات المختصة ولم يتم التعامل معهم، بل وتم الإفراج عنهم حسب ما قال البعض. المفروض أن يتم البتات أو البت في القضية في وقتها وعدم المماطلة. طبعا الحرب والمشاكل اللي حصلت خلال 4 سنوات أيضا شاركت في عدم البت في القضية. أيضا العدالة بشكل عام بيد الدولة المحتلة اليمن، وهي السعودية التي احتلت اليمن سياسيا وسيطرت على القرار من الستينات وهي الآن تحتل الأرض والإنسان. الحرب أيضا لها دور كبير كما قلت لك في تغييب العدالة، لكن القضية لم تغيب أو لم تنتهي مهما حاولوا تغييرها. نعم، إذا عدنا لذلك اليوم أستاذ خالد، يعني أنت كنت تتجول وتجد أن الشباب يتساقط، ومع ذلك كان هناك اندفاع رهيب نحو السور لمحاولة تحطيمه. يعني الكثير يعني في بلدان أخرى مجرد أن يسمع صوت رصاصة ينفر ويهرب، على العكس في ذلك اليوم كان هناك تجمهر أكبر لتوقيف هذا الكم الهائل من رصاص القناصة. حدثني عن هذا الموقف. كانت او كان يوم بطولي، كان الثوار يحملون هدف وقضيه اليمن باجمع، السور لم يكن عائق امامهم، كسروا ذلك السور بكل بطوله رغم حرارته الشديده. يعني الثوار قاموا بكسر الجدران بالحجاره. طبعا البلاطجه في ذلك الوقت قاموا بعمل سورين، السور الاول او اول فاصل بين السورين حديد وعملوا زفل واحرقوا ذلك الجدر عبر ماده البترول، لكن لكن ذلك الجدار لم يمنعهم من اختراقه وكسره والدخول الى المنزل الذي يقتل القتلة والقبض عليهم وإيداعهم للسجن. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الإعلامي وشاهد العيان على مجزرة الكرامة خالد راجع، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عودة إليك أستاذة هنا، أنت إحدى الثائرات، لو تحدثنا أيضا عن المجزرة وكيف كانت نقطة فارقة في ثورة فبراير. بعد 8 سنوات من جمعة الكرامة اكتشفت بأنه لكي تسوق إلى قضيتك يجب أن ترى الإعلام الغربي ماذا يقول قبل ما ترى الإعلام العربي. الإعلام الغربي لم يكن يتناول أبدا مطلقا عن ثورة ما في دولة ما اسمها اليمن، هذا بالمقام الأول. المقام الثاني، الإعلام العربي كان يتحدث عن مجموعة من الشباب، كان في البداية كان يقولوا أنهم يحتفلون بسقوط بن علي، وبعدها بأسابيع تحدثوا عن مطالبة بإصلاحات سياسية. لم تكن هناك أي تغطية حقيقية إعلامية لا غربية ولا عربية تتواكب مع مطالب شباب الثورة الذي خرجوا مبكرا من قبل سقوط حسني مبارك وكانوا يطالبوا بإسقاط النظام. جمعة الكرامة قلبت كل الموازين، وهي من عرفت العالم الغربي والعالم العربي بالثورة. هذه كانت أولا. اثنين، هي من أقنعت من في الداخل اللي كانوا متشككين من مجموعة الشباب الذي كانوا يروا أنهم مجموعة فقط يحاولوا أن يقلدوا الجماعة التونسيين والجماعة المصريين ويعملوا نفسهم، حتى كان دائما يتكلموا شوفوا بيعملوا نفس الشعار، شوفوا بيعملوا نفس الحركة، يعني كلام كان جارح إلى حد كبير. في جمعة الكرامة الشباب اليمني أثبت للداخل قبل الخارج بأنه من يدفع الدماء ولا يخرج ليقلد الآخرين. التقليد الحرية ليس شيئا معيبا، بالعكس يعني كانت فرصة بأنه كل الشعوب العربية تتكلم للعالم الغربي بأننا لم نعد نرتهن لهؤلاء الدكتاتورين ولا لإملاءات الغرب أصلا.
ولذلك في بعد جمعة الكرامة بأيام بدأت تتقاطر دعوات السفراء الغربيين لمجموعة من الشباب، كان مجموعات مختلفة من الشباب الثورة، لكي يسألوهم ماذا تريدوا، ما هو الحل من وجهة نظركم. بدأوا يتعاملوا بجدية مع شباب الثورة بعد جمعة الكرامة. أنا أتذكر في أحد اللقاءات كنت أنا موجودة، كان جمال بن عمر ولأول مرة يلتقي مع مجموعة من شباب الثورة، كان لا يعرف أحد غير يعني توكل أنها كانت مشهورة، وكنا مجموعة كبيرة، وكان يتحدث، كنا نتكلم عن نحن نريد إسقاط النظام، هذا مطلب الأول، المطلب الثاني نريد رئيس توافقي، ونريد فترة انتقالية، هذه الفترة تتخللها لجان لصياغة الدستور، وأيضا بعدها انتخابات إعداد الانتخابات الرئاسية وبرلمانية. كان لدينا حلم، كنا نتكلم عن الحلم. أتذكر قاطعتني واحدة لم أكن أعرفها، عرفت فيما بعد أن اسمها الدكتورة ابتسام المتوكل، هي شاعرة أو شيء من ماذا، تقول نحن نريد من الأمم المتحدة أن تحاول أن تفض صراعاتنا بعد سقوط النظام، أن تحاول أن تفض صراعاتنا، أن تحاول تحل إشكالاتنا نحن الثوار بعد سقوط النظام. قلت لها ليش إحنا يكون بيننا مشاكل نحن ثوار بعد سقوط النظام؟ مش هذا مطلبنا ومطلبكم، مطلب الناس كلهم يعني؟ ليش حيكون بيننا مشاكل؟ فالفكرة إنه إحنا كيف كنا أمورنا واضحة وأهدافنا سامية ومن أجل الجميع. إحنا شباب الثورة لم يطلبوا أن يكونوا ممثلين في الثورة في الحكومة، فليكن في الحكومة من كان، شرط أن يكون خدمة لهذا الوطن، لهذا الشعب، وأيضا لأهداف الثورة التي سالت من أجلها الدماء. بينما كان هناك في نفس اللحظات من يرى بأننا سنتقاتل إذا سقط النظام، وكانوا يشكلوا فيما بعد عرفنا الوجه الآخر لمن نعم هذا. كان الحوثيين ربما دخلوا بهدف نعم واضح من منذ البداية بعكس ما دخل به الثوار. أيضا يعني النقاط التي ذكرتها بحيث أصبحت جمعة الكرامة فعلا نقطة مفصلية في كثير من الأحداث، ربما أراد لها النظام أن ينهي هذه الساحات ولكن الطاولة انقلبت عليه تماما. هل حاول أن يتدارك الأمر، أن يعالج المسألة؟ كيف يعني قرأتم التحولات التي صاحبت النظام بعد تلك الحادثة؟ النظام مباشرة في نفس اليوم حاول أن يتدارك الموضوع بظهور علي عبد الله الصالح في الإعلام وينسب هذه الجريمة إلى الجيران الذي أصبحوا مزعجين من الثوار، وقال هم مجموعة من الجيران وهم الذي ضربهم ولكي يخلي يعني، وكان واضحا وجين الجميع ارتباكه، وكان فعلا يكاد يقول المسيء خذوني. هذا أولا. ثانيا بعدها بأيام عندما كان الشهداء رحمة الله عليهم في ثلاجة الموتى في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا، كان هناك مجموعة كبيرة ليس معروف من أين أتوا يحاولوا يقنعوا الأهالي بدفن الشهداء سريعا لأن ليس متعللين إكرام الميت دفنه، وإنه ما فيش ثلاجات مش عارف إيش. أنا كنت حاضرة في نفس الفترة، وكان أيضا موجودة الأستاذة توكل الأستاذ خالد الأنسي، يقنعوا بأن هذا الثوار يجب أن يدفنوا مشرفين، ولكن يدفنوا في السبعين، هذا هو حقنا على هؤلاء الثوار أن يدفنوا في السبعين، وأن تكون لهم جنازة نجوب بها كامل أحياء صنعاء. فكان في تلك اللحظة كان مجموعة كبيرة تقنع الناس بأن بدأت الجثث تجيف وأن الرائحة طلعت وأن ما فيش يعني، وكان الناس تبكي. فبدأ يعني هذه أيضا من ضمن محاولة علي عبد الله صالح في تدارك الأمور في أن ندفن الشهداء سريعا، وهذا متفرقين كل أسرة تذهب بالضبط يعني ولديها في مكان مختلف، لكن على العكس يعني حدث أمر مختلف سنتحدث عنه بعد أن ينضم معنا المحامي والناشط الحقوقي عبد الرحمن برمان من ميشيغان. مساء الخير أستاذ عبد الرحمن. مساء النور لك وللضيفة الكريمة ولجميع المشاهدين. أهلا بك أستاذ عبد الرحمن، وأنت ضيفنا الدائم عادة في مثل هذه الـ يعني المناسبات التي يعني نتذكر فيها ما حدث، وأود أيضا معك أن نتذكر أين وصلت قضية جمعة الكرامة. دعيني بداية أن نترحم على شهدائنا الأبطال الذين سقطوا في هذا اليوم أو في مثل هذا اليوم في عام 2000
و11 مع انطلاق ثورتنا المباركة. وأيضا نواصل عهدنا على أنه ستظل قضيتهم يعني في الواجهة، وتظل قضيتهم مهما كانت الظروف التي نمر فيها، ولو أن في هذه الظروف القاسية تحول الوطن إلى ساحة جمعة الكرامة وأصبحت المجازر ترتكى في حق اليمني في كل مكان وفي كل محافظة، بل في كل منطقة من مناطق اليمن. حقيقة بالنسبة للملف القانوني، هو وصل آخر قرار صدر من المحكمة، كان قرار ذو شقين. الشق الأول هو قبول القرار الدفع الذي قدم المحامون، طلبوا من المحكمة التصدي وإدخال علي عبد الله الصالح و13 فرد من أفراد نظامه، كان على رأسهم عمار وصالح وأيضا يحيى ووزير الداخلية السابق طاهر رشيد المصري وعدد من قيادات النظام السابق. وكانت المحكمة قد استجابت بعد أن وجدت أن الأدلة كلها تشير على أنهم من ارتكبوا هذه الجريمة، والمحكمة قررت بإعادة ملف القضية للنيابة واستدعاء علي عبد الله صالح الرئيس السابق علي عبد الله صالح وال13 شخص الذي كانوا بجواره الذي طلب المحامون التحقيق معهم باعتبارهم هناك أدلة قوية تشير على أنهم من مارسوا هذه الجريمة. القرار الثاني هو الإفراج عن 7 متهمين كانوا لا زالوا متواجدين بعد أن كانت النيابة العامة قد أفرجت عن المتهمين السابقين، وكان عدد المتهمين 14 متهم الذي تم القبض عليهم في الصحة، وآخرين متهمين كانوا قد حضروا إلى النيابة البعض، لكن جميع المتهمين قد تم الإفراج عنهم كاملا للأسف الشديد. وأيضا توقفت القضية في هذا المكان، وأعتقد في تلك الظروف الصعبة هو في حال ما إذا كان علي عبد الله صالح لا زال يسيطر على كل ويهيم على كل مفاصل الدولة وعلى مؤسسة القضاء، ربما لو استمرت القضية قد يكون الوضع أسوأ. لكن لا زال اليوم هناك قرار من المحكمة على أنه يعني هناك إشارة، هناك أدلة ثبتت في أقوال الشهود وفي الأدلة المادية التي قدمناها أمام النيابة العامة وأمام المحكمة، أكدت على أنه هذه المجزرة ارتكبت من قبل النظام السابق، وكانت قد خطط لها ودبر لها، يعني لم تكن مجرد مصادفة أو لم تكن هناك جهة، لم يكن هناك مخلوقات فضائية نزلت ارتكبت هذه الجريمة وغادرت المسرح الجريمة، ولكن كان النظام هو من ارتكب هذه الجريمة. والعالم كله، وأود أن أكد نقطة مهمة جدا، أنه في صنعاء هناك 67 يعني مجزرة ارتكبت فقط في صنعاء، عدم مجازة تعز وعدن وحضرموت ولحج وإب ودع والبيدة ما كنت، لكن في صنعاء فقط أمانة العاصمة 67 مجزرة جماعية ارتكبت بحق الاعتداء بحق المتظاهرين، لم تحال أي قضية إلى المحكمة أو إلى القضاء سوى جمعة الكرامة، وذلك بعد أن العالم كله وأصبحت كل أصابع الاتهام تتجه نحو الرئيس السابق وأركان نظامه، فأراد أن يذهب إلى المحكمة بهؤلاء المتهمين ومن أجل أن يصدر أحكام ضدهم، ومن أجل أيضا أن يصدر حكم، هو أصبح إدانتهم هي كانت حكم براءة وتبرئة النظام السابق، لكن كان القضاء في قرار تاريخي الأول مرة يصدر بحق رئيس، وهو كان الرئيس فعلي لكان لا زال موجود تأثيره، وصدر القرار على أنه علي عبد الله الصالح كان نظامهم من ارتكبوا هذه الجريمة. نعم أستاذ عبد الرحمن، يعني ملفات ثقيلة كما قلت، يعني تقريبا 67 فقط في صنعاء، إذا ما أجمعنا عليها بقية جمعنا عليها بقية الملفات، هل تعتقد أنه بالإمكان تدويل مثل هذه القضايا، وخاصة قضية جمعة الكرامة التي كان لها كبير الأثر في المحاكم الدولية من قبل أهالي الضحايا، طالما أن المحاكم المحلية متوقفة أو معطلة؟ هو حقيقة هناك صعوبة كبيرة جدا، يعني هو في إمكاني يعني من الناحية القانونية طبقا للقوانين وقانون محكمة الجنايات الدولية وأيضا القوانين الأمم المتحدة، لكن هناك صعوبة جدا باعتبار أنه أصبحت كل هذه المؤسسات الدولية أصبحت السياسة تؤثر فيها بشكل كبير ولا تتعامل يعني بتجرد كبير جدا، يعني هي تتعامل مثلا في قضية معمر القذافي، في قضية عمر البشير، في قضايا أخرى تتعامل عندما تكون هناك إرادة سياسية دولية يمكن أن تحرك هذه القضايا أمام القضاء الدولي، لكن في ظل هذا الوضع الذي تعيشه اليمن المجتمع الدولي مشغول
استمرار الحرب، يعني لا بإيقاف الحرب ولكن باستمرار الحرب واستمرار الدمار الذي يعيشه اليمن. لا نرى موقف دولي يعني قوي من اجل ايقاف الدماء التي تسيل، فكيف سياتي المجتمع الدولي يطالب بدماء شهداء جمعة الكرامة؟ وايضا هناك ايضا يعني تكاسل او ربما تغافل من قبل نشطاء حقوق الانسان والمحامين والمنظمات بان اسفلت عن هذه الجرائم. وهناك ايضا للاسف الشديد يعني رفاق الدرب والثوره وشباب الساحات حقيقه كان هناك فتور بعد ان يعني حصلت يعني الانتخابات والشباب الاستفتاء الذي حصل طلع رئيس الجمهوريه وتنازل علي عبد الله صالح، حسوا كانهم قد حققوا تلك الاهداف وحصل الركون وحصلت الكارثه. يعني عندما يفلت المجرمون من العقاب تستمر الجريمه، لذلك العقاب هو لا يفسد فقط معاقبة الجاني على ارتكابه ولكن هو عملية ردع للمجتمع، ردع للآخرين. لا كلما استمرت الجرائم كلما استمر الإفلات كلما استمر المجرمون بالإفلات الجرائم تستمر الجريمة بل تكبر وتتوسع، وهذه هي الكارثة التي نعيشها اليوم. نعم، إذن أستاذ عبد الرحمن، ما هو دور الحوثيين في عرقلة العدالة في هذه القضية وبقية القضايا؟ نحن نعلم يعني أن الشباب الذين يعني تم القبض عليهم في قضية جامع الصالح ما زالوا إلى الآن يعني إبراهيم الحمادي ورفقته، يعني أمر مستغرب. يعني إذا كان أنتم قتلتم هذا العدو بالنسبة لكم فلماذا تحتفظون بمن في رأيكم حاول قتله رغم أنهم نعلم أنهم بريئون من هذه التهمة؟ أيضا مسألة متابعة يعني من كانوا في مجزرة الكرامة وهم لديهم يعني مجموعة من الشباب قتلوا في ذلك اليوم أيضا. هو طبعا الحوثيين لهم لهم هذه القضايا، هم طبعا الحوثيين ظهروا بانهم كانوا من ضمن من تهمهم على ثوره فبراير. كان الحوثيين لهم تواصل مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وايضا كانوا في نفس اللحظه الذي كنا نخرج مظاهره سلميه كان الحوثيين يهاجمون الجوف وحجه وصعده استولوا على صعده وكانوا يتوسعون، فقط هم استفادوا من الثوره ولم يكونوا ضمن الثوره ولم يكونوا انصار وانما كانوا وجودهم حتى في الساحات كانوا يعني سببوا مشاكل سببوا قلاقل ويوم كان كل الزحف الى المنصه لم يعني يفكروا يوم ولم يدعوا للزحف باتجاه القصور الرئاسيه ولا باتجاه مجلس الوزراء ولا غيرها، ولكن كانوا يدعون الى الزحف نحو المنصه. العجيب في الامر كما ذكرتي انه المتهمين ظلما وزورا وعدوانا في قضيه جامع النهدين لا اقول انهم مستمرين في اعتقالهم ولكنهم يحاكموهم بتهمه انهم حاولوا اغتيال الرئيس السابق الذي الحوثيين انفسهم قاموا باغتياله امام العالم كله، ويعني بل واعلنوا وافتخروا انهم يعني قاموا باغتياله، ويحاكموا هؤلاء الشباب بتهمه محاوله اغتيال يعني علي عبد الله صالح. اقول انه بالنسبه للحوثيين لا نعول عليهم في هذا الامر، هم طبعا جماعه عنف مسلح لا يهمها الجوانب القانونيه ولا الجوانب القضائيه، الحوثيين عينوا في كل محكمه مشرف والذي يتحكم في القضاء هو الذي يسير النيابه، عينوا في كل مؤسسه مدنيه مشرف، عينوا في هيئات المتحده مشرفين، ولا يمكن ان تحط هيئات المتحده الا وتوزع الاغاثات وكذا الا بتوجيه الحوثيين الا بعد ان ياخذوا رصيدهم الا بعد ان يصادروا، يعني تحولت هذه القضاء الدعم الانساني الذي يقدم لليمن الى جزء منه يذهب كثير لتمويل حرب الحوثيين، فاقول انه لا يمكن ان احنا نعتمد على الحوثيين ان يمكن ان يعني يلجوا للامور القانونيه ويتابعوا قضيه جمعه الكرامه او يخلقوها، هم فقط يستخدموا قضيه الخمسه في قضيه النهدين كنوع من الابتزاز السياسي، هم يسعوا التي يستفيدوا منها سيحركوها، لكن قضيه جمعه الكرامه لم يستفيدوا منها حتى انه لم يسقط ولا شخص ينتمي الى جمعه الحوثي سقط في جمعه الكرامه، يعني كل هؤلاء الشباب الذين سقطوا هم شباب الساحات الذين يعني كان لهم هدف عمليه التغيير، ارادوا يعني شباب سلميين يعني سقطوا في يعني في بيت علشان على الاسقاط يعني قناص احد القناصين 13 شهيد في بيت الاحوال 13 شهيد وحتى امتلأ الدرج الاخرين ما كانوا شفتوا يتجمدون وهم يروا دمائهم مع ذلك كذا، نحن راينا شجاعه عجيبه لا يمكن ان توصف في ذلك اليوم العظيم. صحيح. نعم.
إذا شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الرحمن برمان المحامي والناشط على حقوقي، كنت معنا عبر الهاتف من ميشيغان. عودة إليك أستاذة هناء. لو علقنا فقط على ما تحدث به الأستاذ عبد الرحمن، مسألة تعامل الحوثيين اليوم مع قضية جمعة الكرامة، يعني كانوا يقولوا أنهم مشاركون في الثورة، وللأسف اتضح العكس، سكتوا عن الثورة وعن جمعة الكرامة وعن أحداث كثيرة، بالعكس حولوا البلد كله إلى حمام من الدم. هناك دليل واحد، هناك أدلة كثيرة، ولكن الدليل القاطع أيضا أنه بعد انقلاب الحوثيين ودخولهم إلى صنعاء اليوم التالي مباشرة تم ملاحقة أبرز شباب الثورة، تم اقتحام بيوتهم، تم ملاحقتهم، تم أيضا نشر أسمائهم صورهم. يعني هذا دليل قاطع على أن الحوثي لم، أو جماعة الحوثي والمتحوثين جميعا لم يكونوا مع الثورة، كانوا داخل الثورة لكي يفشلوها أصلا. والدليل استشهدت بما قالته واحدة من وجوه الحوثيين، يعني أنه هو نريد الأمم المتحدة بعد أن لكي تفض الصراع بين الثوار، يعني هم يسمون نفسهم ثوار. الآن الحديث أنه كانوا جزء من الثورة، لا لم يكونوا جزء من الثورة، ولكن كانوا جزء مبكر من الثورة المضادة. أي نعم نعم، كانوا هم ذراع علي عبد الله صالح داخل الثورة. أي نعم، والدليل أنهم كانوا، وأنا كنت حاضرة في الساحات، كانوا دائما يحاولوا التشكيك في شباب الثورة، كانوا يحاولوا على بث روح الخذلان وعلى أن هناك مشاكل ولا و و و و وكثير من، كانوا لا يشاركوا في كثير من المسيرات، يعني لم يكونوا يشاركوا في المسيرات، كانوا فقط لهم خيام يستقبلوا فيها الناس، يحاولوا يعملوا لهم محاضرات وندوات لأفكارهم، ولكي يكونوا جزء من هذه الثورة، لأن هذا شرف الجميع يحب أن يدعيه يعني، وليكونوا أيضا جزء من الثورة ومن شباب الثورة الذين يعني يخاطبهم حتى وكان وجودهم مجرد حقد شخصي على شخص ربما يعني يجدون في الحروب الستة التي أقيمت ضدهم. هم كانوا موجودين حتى من قبل هذه، ولكن هم بعد انضمام مثلا علي محسن الذي نحن أيضا لم نكن يعني نراه بطلا يعني، أيوة، ولكننا لم نكن في نفس اللحظة نريد أن إسقاط علي محسن، نحن نريد إسقاط النظام كاملا، لم نريد علي عبد الله صالح فقط ولكن منظومة الفساد أيضا يعني. لكن هم كان لهم محددين، أعداء محددين هم يريدون، كانوا يطالبون برحيل علي محسن أكثر من علي عبد الله صالح. كانت الأمور واضحة، ولكن لم نكن نتخيل أن في نفس اللحظات الذي إحنا الشباب كانوا يذبحوا في كثير من المسيرات أنهم يتم تسليم المعسكرات لهم، وهناك تنسيق بينهم وبين علي عبد الله صالح والنظام السابق يعني. ولذلك ما فعله الحوثيين لن يغتفر أبدا. هذه الجماعة بنفس سوء علي عبد الله صالح وأكثر، هم وجه آخر من وجوه علي عبد الله صالح، وأثبتت الأيام أنهم هم كانوا أيضا جزء من هذا الحكم أصلا. علي عبد الله صالح لم يكن إلا دمية تتحكم فيها قوى الهاشمية السياسية، والتي انكشفت يعني لم يكن لثورة 11 فبراير خير واحد غير كشف هذه الجماعة المتوغلة كانت في الدولة، وهي الدولة العميقة لكفى هذه الثورة، فما بالك كشفت لنا كثير من الأمور، وهي أسست المرحلة القادمة لن يكون منها الحوثي، لأن الحوثي ليس وطنيا. نحن لا نتكلم عن عرق ولا نتكلم عن طائفة ولا نتكلم، نحن نتكلم عن دولة المواطنة. الحوثي لن يكون من مستقبل اليمن الديمقراطي الحر المواطن المتساوية الذي أزهقت من أجله الدماء، هذا شيء مؤكدا. أنا لا أقول كلاما ورديا يعني، ولا أسوق الآن الأمل، أنا أتحدث عن دورة التاريخ التي نستطيع الجميع أن يستشهد بها. أنا وغيري من الشباب حتى لم يكن هذا الجيل الجيل القادم، ولكن أنا متأكدة أنه الفترة القادمة اليمن على أعتاب مرحلة جديدة، ستكون الكلمة هي اليمنيين، والحوثي بأفكاره القديمة والرجعية لن يكون جزءا منها. إذن عمل فاصلا أستاذ هنا ما بين 2011 و
نكبة 2014 التي قام بها الحوثيون. ربما هذان العامان شعر كثير من الناس أنهم خذلوا بكثير من القضايا، منها عدم المسارعة في التحقيق في قضية جمعة الكرامة، وكذلك في قضية الشباب الذين اتهموا بتفجير جامع النهدين. يعني كان الناس يستغربوا كيف أنتم تقبلون بأن تكونوا في مؤتمر الحوار وأن تذهبوا وتشاركوا وأصدقائكم مرميين في السجون؟ يعني ألم تكن لديكم نصف حكومة؟ نعلم أن النصف الآخر مع الطرف المقابل، ولكن كان يجب أن يتم الضغط على الأقل على الإفراج عن هؤلاء الذين ما زالوا أحياء ومتابعة قضايا هؤلاء الذين توفوا. هل تجدين أنه كان هناك تقصير فعلا؟ أولا حكيت أنه كان الشباب موافقين على أنه هذا المجموعة التي تم اعتقالهم ظلما وعدوانا باسم أنه فجروا ودخلوا دار الرئاسة وفجروا، هذه المسرحية الهزلية السخيفة نحن لم نكن موافقين بالتأكيد. ليس موافقة، ولكن حدث صمت، يعني لم يكن هناك متابعة حقيقية، لم يكن هناك وقفة جادة لأجلهم. دعينا إذا تحدثنا عن مكونات داخل الثورة، مكونات الشباب ومكونات الشباب المنتمي للأحزاب، دعينا نتكلم أن هناك كان كثير من المكونات. الأحزاب ظلت تسعى وراء تسوية سياسية، بينما الشباب كانوا مصرين على استكمال أهداف الثورة، وما كانت مسيرة 11 مايو الزحف إلى رئاسة الوزراء إلا كان إرادة من الشباب على الانتقال بالثورة من مرحلة المطالبة إلى مرحلة الفعل، وكانت هذه مرحلة متقدمة، ولذلك كان التعامل العنيف من حكومة النخلو علي عبد الله الصالح كانت الأعنف على الإطلاق، كانت لمسيرة الزحف تجاه رئاسة الوزراء. إحنا كنا نريد أن نحاول في هذه المرحلة الانتقالية، لأن كان الحصانة والتوقيع كان أمراً لا نستطيع أن نرده، تمت هذه الأمور، ولكننا حاولنا أن خلال هذه الفترة الانتقالية أن ندخل حوار وطنيا، وأن لكي بعدها نستكمل بقية الحلم وهو كتابة الدستور، صياغة الدستور، من بعدها أيضا انتخابات. وكنا خلال هذه الفترة أيضا هناك كان في مطالبات ما في شك، يعني لكننا كنا مخذولين في كثير من الأشياء. يعني إحنا خذلنا أيضا في 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 الحوار الوطني، يعني في الوقت الذي احنا كنا نصيغ فيه الحلم، حلم اليمنيين، وكنا نحاور ناس لا نريد ان نحاورهم، يعني نعرف انهم ايديهم ملطخه بالدماء، لكن من اجل اننا نريد ان نخرج بدوله تصوغ لل يعني تضمن للناس على الاقل اقل مقومات الدوله، لان احنا نعرف ان غياب الدوله هي الكارثه الكبرى، وهذا ما حدث في انقلاب الحوثيين، انقلاب الدوله الان كيف رجع باليمن إلى دولة فاشلة يلتهمها الكوليرا قبل أن تلتهمها الفقر والجوع وعدم المرتبات، في الوقت الذي أيضا فيه مجموعة من الحوثيين يتمتعوا بالراحة والرغد والعيش الرغيد. يعني فالفكرة أنه كان هناك من يضغط على قلبه يعني ويحاور مجموعة لا يريد أن يحاورهم من أجل أن نخرج منثبت، نخرج بحوار بمخرجات حوار وطني، ونحاول ونخرج بدستور يضمن للجميع، لم نكن نحاول أن نتكلم عن أحلامنا فقط ولكن عن أحلام اليمين. كنا نطالب أيضا من أجل صعدة، ونطالب أيضا من أجل القضية الجنوبية، كنا نطالب دولة المواطنة، كل هذه الأمور تم الالتفات عليها، فما بالك الالتفات على مجموعة من الشباب المستضعفين الذين تركهم الأحزاب السياسية قبل أن لم نتركهم، نحن الوحيدون إلى الآن من نتحدث عن هؤلاء الشباب، غيرهم لا يوجد أحد. صحيح. إذن أستاذ هنا اسمح لنا أن ينضم معنا الأستاذ محمد المقبلي، أمين عام مجلس شباب الثورة، عبر الهاتف من إسطنبول. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور أستاذ آسيا لك ولضيفتك القديرة الأستاذة هنا صالح، أحد طلائع ثورة فبراير. أهلا بك. إذن مجلس شباب الثورة أطلق بيان اليوم لأجل جمعة الكرامة، ما الذي أو ما أبرز ما ورد فيه؟ في حقيقة الأمر من الجيد جدا أن يتم هنالك حفظ للذاكرة اليمنية بشكل عام، وذاكرة ثورة 11 من فبراير، وبالذات ذاكرة أليمة ومؤلمة وفاجعة مثل ذاكرة 18 من مارس.
وهي إشارة من المجلس في كل مراحل الثورة ومواقفها الكبيرة أن الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن مبدأ الإفلات من العقاب الذي كان يفترض أن يتم الانتصاف للضحايا الذين سقطوا في ظهيرة يوم الجمعة الدامية على مرأة ومسمع من التلفزة المحلية والعالمية، لكن مبدأ الإفلات من العقاب هو الذي وضع اليمن في هذه المأساة الإنسانية التي تعيشها في هذا الظرف الراهن، لأن مبدأ الإفلات من العقاب وتجاوز كل القوى السياسية والقوى الإقليمية تحت لافة المبادرة الخليجية والحصانة لهذا المضمون المهم جدا، هو الذي أغرى كثير من مجرمي الحرب. وعندما تم إخفاء وتم الالتواء على مبدأ العدالة الانتقالية تحولت المرحلة الانتقالية إلى جريمة انتقالية، هذا ما أكده المجلس، كما أكد المجلس أن التضحيات الضخمة الذي قدمها الشباب العزل الأبرياء في مثل هذا اليوم هي وقود مرحلة التغيير، وأن اليمن لا يمكن أن تبنى أسسها السليمة إلا على قاعدة ثورة 11 من فبراير وشعاراتها وأهدافها التي تحولت إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وكما هو عادة المجلس منذ اللحظة الأولى الذي تأسس حتى هذه اللحظة، هو لا يزال مؤمن كل الإيمان بأن أهداف فبراير ومخرجاتها العظيمة لا يمكن أن تسقط بالتقادم، وأن العدالة يجب أن تأتي والانتصاف للضحايا يجب أن تأتي ولو بعد حين، كما حصل في كثير من البلدان العالمية. كما أكد المجلس أن حركة التغيير التي كان وقودها دماء الأبرياء العزل لا يمكن أبدا أن تعيقها الحالة الطارئة والشاذة سواء على الحالة اليمنية أو كوابح التغيير المعروفة في المحيط الإقليمي، في جمهورية وديمقراطية ومدنية وحيدة في شبه الجزيرة العربية، وكل ما يحيط بها هو محيط ملكي قدم نفسه بشكل واضح وصريح أنه من أعداء التحولات الديمقراطية في المنطقة العربية بشكل عام. كما أكد المجلس بشكل واضح وصريح سواء في الذكرى 8 فبراير أو ذكرى 8 جمعة الكرامة أن الأمور يجب أن يتم توصيفها توصيفا سياسيا بالغ الصراحة، أن ما يتعيش اليمن هو عبارة عن انقلاب وجودي إمامي حوثي، لكن بالمقابل هنالك ملامح احتلال كامل المحالم يعمل تحت غطاء السلطة الشرعية لكنه يهدد المجال الحيوي اليمني سواء في المهرة سواء في العدن سواء أيضا في كثير من المناطق الذي لم يعرف اليمني منه سوى السجون السرية للتعذيب. نعم، إذا أستاذ محمد هناك من يتساءل، يعني في كل عام يتم تذكر جمعة الكرامة، ولكن جيد يعني ما قلته بأننا نقوم بحفظ الذاكرة، ولكن عمليا لا يوجد جديد لأجل قضيتهم، هل سيظل الأمر على ما هو عليه؟ وفق تقديري الشخصي أن الإنجازات الذي هي بين أيدينا اليوم هي مبدأ أساسي تم البناء عليه، وهي لجنة تحقيق عرفت بلجنة التحقيق في جرائم 2011، وهذه تم إصدار بها قرار من مجلس الأمن واضح المعالم، وتم إصدار لجنة وطنية على ضوء هذا القرار هي معروفة الآن باللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكة حقوق الإنسان. ووفق تقديري الشخصي أن حفظ الذاكرة سيكون مهم جدا. لماذا؟ لأنه في لحظة ما ستكون مؤسسات الدولة قد مرت بإصلاحات مؤسسية يكون على أجهزتها القضائية وأجهزتها الأمنية وأجهزتها التنفيذية ناس لم يكونوا متورطين بجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان، كما حصل في الأرجنتين. في الأرجنتين عندما اشتغل الثور على حفظ الذاكرة وبدأوا بتطبيق العدالة الانتقالية كانت مؤسسة الدولة لا تزال بأيدي المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، فلم يستطيعوا تطبيق مبدأ العدالة في تلك المرحلة، لكن عندما جاءت الموجة الثانية واستطاعوا أن يعملوا إصلاح مؤسسي والدفع بالذين لم يتورطوا في انتهاكات في المؤسسات الأمنية والمؤسسات القضائية والمؤسسات التنفيذية، حفظ الذاكرة مكرهم من تحقيق مبدأ العدالة الاستقلالية كاملة غير منقوصة. إذن شكرا جزيلا لك محمد المقبل، أمين عام مجلس شباب الثورة، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول. إذن في دقيقة واحدة أستاذة هنا، ما الذي يمكن أن تقوليه لكل الشباب الذين أصيبوا بالإحباط جراء ما حدث للبلد؟ تعودنا نحن نقول بعد الثورة أنه اليأس خيانة، صحيح هذه الكلمة ما زالت ترن في آذاني، وأيضا هي بالنسبة لي حافز لكي أستمر. إحنا محتاجين أنه إحنا نشتغل على المستوى الشخصي، محتاجين نشتغل على المستوى الوطني، أيضا محتاجين نشتغل على المستوى الإعلامي الخارجي. صراحة اكتشفت أنه إحنا نغرد بعيدا بعيدا لا أحد يسمعنا صراحة. الآن الأذرع الحوثي تتكلم في أروقة
قتل الكونغرس وايضا في وسائل الاعلام الغربيه باللغات الاجنبيه، بينما احنا ما زلنا نتحدث الى بعضنا البعض. اذا لم نخرج من هذه الدائره فلا امل، هذا هو الخلاص، وهذا رقم واحد ورقم 10. نعم، اذا شكرا جزيلا لك هنا صالح، الاعلاميه ومخرجه الافلام الوثائقيه وايضا مديره شركه بلقيس ميديا، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.